إذا تحدثنا حول الألم بعد العملية، كتير جدا بيخشى من الألم. هتلاحظ إن الألم قد يستمر ما بعد العملية، وده نظرا لأنه وجود جرح وموجود في الأنف، لكنه ليس الألم المزعج، ولكن المزعج هو نزول الدم بشكل مستمر، والنزول ده قد البعض لا يتقبله، ولكن مع الوقت بيقل إلى أن يختفي بإذن الله تعالى، نظرا إن المنطقة دي تعتبر بلادي أو دموية جدا، والشعيرات فيها في حالة وجود جرح فيها إنها بتؤدي إلى نوع من أنواع الجرح المستمر.